نطل بكم خلال هذه الحلقة من نوافذ دمشقية على برزه يودع آخر دفعات مهجريه، ورمضان يهل على الغوطة الشرقية بانتعاش تجاري محدود. صرخة معتقل تدوي في عرض مسرحي بمدينة عربين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مشاهدينا الكرام في بداية الحلقة تقريرا يلخص أبرز أحداث الأسبوع في دمشق وريفها. بخروج الدفعة الرابعة من أهالي برزة شرقي العاصمة، يكون الحي قد سقط بيد قوات الأسد بشكل كامل في أحدث حلقات مسلسل التهجير القسري المستمر في سوريا، في وقت تعرض فيه حي التضامن جنوب دمشق لقصف مدفعي وبقذائف دبابات قوات الأسد، وسط اشتباكات بين الثوار وقوات الأسد على أطراف شارع فلسطين في مخيم اليرموك، واشتباكات أخرى بين الطرفين في جبهتي حزرمة وحوش الظواهرة بالغوطة الشرقية، قتل خلالها أكثر من 40 عنصرا من قوات الأسد وجرح آخرون، ودمر مدفع لقوات الأسد كذلك في جبهة بلدة الريحان بنيران الثوار. في حين تعرضت مدن وبلدات دوما وحرستا وعربين وكفر بطنة والمحمدية وبيت نايم وحموريا وكذلك أوتوستراد دمشق حمص لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد أسقط جرحى مدنيين في خرق مستمر لاتفاق خفض التصعيد المفترض، كما قتل عدد كبير من عناصر تنظيم الدولة خلال اشتباكات مع الثوار في محاور جرود بلدة عرسال اللبنانية بمنطقة القلمون الغربي، فيما ألقت مروحيات نظام الأسد بالبراميل المتفجرة على بلدة مغر المير ونقطة الظهر الأسود بجبل الشيخ في الريف الغربي، بينما دارت اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات الأسد في جبهتي الظهر الأسود والزيات. وينضم إلينا الناشط الإغاثي الأستاذ وسام المقري. أهلا بكم أستاذ وسام معنا في هذه الحلقة. بداية، هذه المناطق التي أخضعت لسيطرة نظام الأسد خلال الفترة الماضية وهجر الجزء الأكبر من أهلها، ماذا كان أمام أهلها من خيارات؟ حياكم الله جميعا، رمضانكم مبارك، كل عام وانتم بخير، واسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر فرج على السوريين وعلى الأمة الإسلامية عموما بإذن الله. من المؤكد أنه ما كان في أي خيار آخر، لأنه أنا بعتبر خيار التهجير مجرد التفكير فيه بتحس بصعوبته، فكيف لما تعيشه؟ خيار أنك تترك أرضك، تترك بيتك، تترك بلدك ومتجه نحو المجهول، ما لك عرفان لوين رايح ولا لك عرفان شو المستقبل قدامك، فأنا بعتبره بصراحة أصعب خيار، ولو كان في غيره كان ممكن يختاره، بس ما كان في بديل عن التهجير. نعم، البعض يظن أستاذ وسام أن من اختار البقاء في هذه المناطق يعني اختار البقاء في مناطق التي أخضعت لسيطرة نظام الأسد يعيش بحالة أفضل ممن اختار التهجير، هل آل الأمر بهذه الصورة؟ أكيد لا، أكيد لا. نحن لو يعني بنعمل استبيان للناس اللي الآن موجودة داخل أراضي النظام ولم يعني ما تعرضت لحصار ولا لتهجير ونسألهم كيف أنتم عايشين، حتحس بمدى صعوبة البقاء بأراضي النظام أو أنك ترجع لأراضي النظام. أكيد الموضوع كثير صعب من ناحية الأمن، من ناحية عدم توفر وسائل المعيشة بشكل جيد، يعني حتى بمناطق النظام ما هي متوفرة. فأبدا لا، ما هو الأمر سليم أنه والله اللي ناس عايشين أو رجعوا لأراضي النظام أو رجعوا تحت حكم النظام أنه هن أفضل من يتهجروا، يعني بنسبة معينة ممكن نقول إيه، إنما بشكل عام أكيد لا. نعم، الهاجس الأمني ربما يكون له حجم كبير في معاناة من بقي في تحت سيطرة نظام الأسد، كثرة الحواجز التابعة للجهات الأمنية المختلفة لنظام الأسد وممارستها لإذلال المواطنين، وكذلك جر الشباب إلى الجبهات لمقاتلة إخوتهم من الثوار. هذا الجانب يعني هل يمكن أن يؤدي في مرحلة معينة إلى أيضا ثورة داخل مناطق سيطرة النظام؟ والله شوف، نحن بدنا نحكي على
أماكن حررت ورجعت لتحت النظام، وأماكن لم تحرر وما زالت تحت سيطرة النظام. هلا الأصعب هي المناطق اللي كانت محررة ورجعت تحت سيطرة النظام وبقي بعض من أهلها فيها، هذول طبعا الضغط الأمني حيكون عليهم أكبر بكثير، لأنه سيبقى مشكوك فيهم، سيبقوا تحت النظر، هذول أكيد حتى الشباب اللي فيهم حيكون وضعهم أخطر، وأكيد حيتم التركيز عليهم ليخدموا جيش النظام، أي أكيد. المناطق اللي لم تحرر وما زالت تحت سيطرة النظام، هذول الناس اللي فيها وصلوا لمرحلة الانكسار، أنا هذا برأيي. يعني عم بيشوفوا الناس اللي برا شو صار فيها، كيف قتلت وهجرت وحوصرت وجوعت وماتت من الجوع، وعم بيشوفوا الضغط الأمني اللي عم بيصير عليهم ضمن الحواجز، لأنه هن صاروا عايشين ضمن ثكنات عسكرية، ما بنقدر نقول مدن. يعني كل حي محاصر بثكنات عسكرية وبحواجز. فهذول صراحة ما بتوقع أبداً، يمكن على المدى القريب ما بتوقع انه مثل ما حكيت ثورة في اراضي النظام، ما اتوقعها، لانه كثير الضغوطات عليهم، ضغط الامن، ضغط الامور المعيشية اللي عم بيحاولوا يوفروها بصعوبة جدا لاولادهم، فما اتوقع ابدا. المناطق المحررة ممكن يكون بقي فيها بعض الاحرار اللي لسه روح الثورة فيهم عايشة، نعم وانما ما بعرف يعني، بس ما بتوقع. نعم اليوم ربما تعيش الثورة حالة انسداد في الأفق السياسي والعسكري، وحالة يأس من أي دور دولي أو إقليمي يمكن أن يؤثر إيجابا في مسار الثورة السورية. لكن ما دور السوريين في الداخل وفي الخارج لدعم صمود من تبقوا في المناطق التي يضع نظام الأسد عينه عليها لتهجير أهلها أو لإخضاعها؟ والله شوف، هو يمكن واحد من أسباب فقد الأمل للناس هو اعتمادنا على الخارج. للأسف هذا الشيء اللي خلانا نفقد الأمل، لأنه اعتمادنا على الخارج من الأساس كان أنا بعتبره خطأ. وصلنا لمرحلة لا سياسيا ناجحين ولا عسكريا ناجحين، صار علينا ضغط من ناحية المفاوضات، وتقريبا نجبر على أمور اللي احنا ما بدنا إياها، ومن الناحية العسكرية كمان الدول الداعمة عم تتحكم فينا، وبالنتيجة كله ضمن أجندات معينة عم بيفرضها علينا العالم الخارجي. هذا الشيء اللي مخلينا نوصل لمرحلة فقد الأمل ولمرحلة اليأس، وهذا الشيء صار موجود ما فينا ننكره، لازم نحكي واقع. سابقا اللي احنا بنحكي لا ومنتصرين وأمل ويلا، الآن لازم نحكي واقع. الواقع الآن عم بيقول انتشار حالة اليأس عند اللي بالخارج أكثر من اللي بالداخل، بس كمان اللي بالداخل صاروا متأثرين، لأنه عم بيشوفوا قدامهم بيع أراضيهم، عم بيشوفوا قدامهم الخيانات، عم بيشوفوا قدامهم الفصائل اللي عم تقاتل حالها وتترك النظام وتترك العدو الرئيسي. فحالياً لازم نركز على إبقاء روح الثورة فينا، سواء بالداخل سواء بالخارج، هي أهم نقطة، إبقاء روح الثورة، وإنه هي الثورة منتصرة مهما مرت بمصاعب ومهما مرت بمراحل ممكن تنهزم فيها، إنما ما وصلنا لمرحلة خسارة الحرب النهائية، لا. عم نخسر معارك نعم، إنما الحرب لنا بإذن الله طالما بقينا عايشين بروح الثورة، وعم ندعم وعم نقدم سواء داخليا سواء خارجيا اللي لازم نقدمه. نعم اليوم ونحن نعيش أجواء شهر رمضان الفضيل، كيف يمكن أن نستغل هذا الشهر لمراجعة النفس والأفكار وتصحيح المسار كذلك، وكذلك تكريس مبدأ التكافل الاجتماعي والثوري؟ والله شوف، في نقطة اللي احنا حكينا فيها كثير سابقا، خاصة من ناحية المجال الإغاثي، انه الناس مو بس برمضان بتاكل، ولا بس بالشتاء بدها تلبس، ولا بس بالصيف بدها تاكل، لا. الناس اللي احنا الآن كمجتمع سوري نازح ولاجئ في دول الجوار، طول السنة عنا حاجة، كل يوم في عنا حاجة، مثل ما احنا الناس اللي عايشين برا كل يوم بدنا ناكل وبدنا نشرب وبدنا ندرس وبدنا وبدنا وبدنا، كمان الناس اللي عايشين سواء بالداخل المحرر او المحاصر او عايشين بمناطق النزوح واللجوء، هدول عندهم حاجه يوميه للاكل والشرب. انا صراحه عم نبه الناس من زمان انه مو بس برمضان نتكاتف، مو بس برمضان نزعه الخير تطلع فينا ونحاول نقدم اكثر، لا، لازم على مدار السنه نحاول نقدم ونتكاتف، لانه الحاجه مستمره بشكل يومي. طبعا برمضان مو بس السوريين، كل الناس وكل العالم بصير عنده نزعه الخير موجوده، وكل الناس عم بتحاول تقدم جزاهم الله كل خير، وهذا الشيء اللي احنا بيبين معنا
برمضان نعتبره موسم للخير. إنما كسوريين تحديدا مثل ما حكيت لازم دائما نتفاعل، دائما نقدم. وكان في عندي مقترح وفكرة بتمنى توصل للسوريين في الخارج، إنه أنا وزوجتي وعلى فرض عندي 6 أولاد، نحن 8 أشخاص، ليش ما كل يوم نفطر 8 أشخاص؟ يعني نحن كأسرة نفطر أسرة مثلنا سورية، سواء بالداخل سواء بمناطق النزوح. لو كل أسرة سورية بالخارج عملت هاي الفكرة ونفذتها، لو كل شخص واحد، يعني شاب أعزب ما له متجوز، يفطر شاب بالداخل، يفطر شخص واحد بالداخل أو بمناطق النزوح، حنلاقي إنه في فترة رمضان ما بنلاقي حدا محتاج، وحدا يطلع لنا على التلفزيون والإنترنت يقول يا عالم ما عم نلاقي شيء نفطره، ما عم نصوم بدون سحور. تخيل في ناس عم تصوم بدون ما تسحر، أو عم بيفطروا الفطور اللي عم بيتقدم لهم اللي ما حدا بيرضى فيه. يعني في هدول الناس اللي جوا بحاجة إنه يفطروا على تمر، يشربوا عصير، يشربوا لبن، ياكلوا أكلات متنوعة خلال شهر رمضان عشان ما يمرضوا ويتعبوا. فهي الفكرة اللي عم نحاول نوصلها للناس، إنه نقدم بشكل أكبر برمضان، وبنفس الوقت على مدار السنة كمان نحاول نقدم اللي نقدر عليه. نعم، جزء أستاذ وسام من قضية التكافل الثوري، الملفت أن نظام الأسد يرمينا دائما عن قوس واحدة وبخطط تقريبا موحدة حتى مع حلفائه الروس والإيرانيين، بينما لدينا تتعدد القيادات والخطط والمسارات. برأيك ما السبيل لمعالجة هذا المرض؟ الاتحاد، نعمل وحدة. لازم ثورتنا نحن، للأسف عندنا ثورة واحدة وبنحكي فيها ب 23 مليون لسان، بينما النظام كتلة واحدة، رئيسه واحد، قراره واحد. هذا الشيء اللي عم بيخليه هو يحاربنا كتلة واحدة، بينما الثورة نحن متفرقين. الثورة في درعا غير الثورة في حلب، غير الثورة في إدلب، غير الثورة في ريف حما، غير في ريف حمص، متفرقين، فصائل متعددة، قوات متعددة بكل المجالات، حتى بالمجال السياسي متعددين، ما لنا متفقين أبداً. بالمجال العسكري متعددين، ما لنا متفقين. بالمجال الإغاثي متعددين، ما لنا متفقين. فمشان هيك النظام عم يستغلنا منطقة منطقة على سياسة فرق تسد، ونحن متفرقين جاهزين. للأسف نحن جاهزين لأنه يقدروا يحاربونا هن ككتلة واحدة. نحن متفرقين، ما عندنا قيادة موحدة للثورة، ما في تابع واحد للثورة. جزء من الثورة تابع لدولة معينة، جزء ثاني تابع لدولة ثانية، عم ننفذ أجندات غيرنا بأراضينا. هذا الشيء اللي ما عم بحاول أفهمه، هذا الشيء اللي لازم نتخلص منه لنوصل لمرحلة الاستقرار وبعدها مرحلة النصر بإذن الله. بإذن الله تعالى. أنا أشكرك جزيل الشكر الناشط الإغاثي الأستاذ وسام المقري. انتعاش تجاري طفيف شهدته الغوطة الشرقية في أوائل أيام شهر رمضان المبارك، ورصدته كاميرا وكالة خطوة في هذا التقرير. والله هو تجهيز إلهم فرحة، إلهم بسمة، إلهم كلمة برمضان، وهو رمضان هو فرحة لكل المسلمين أو كل العالم يعني بأجمع.
وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم علينا. شوفت هناك الحلاقين ما ترحم، المجاهدين ما ترحم، يعني ما حدا ما يرحمنا بنوب. ومثل ما انا ما قلت لكم يعني ربطة الخبز اسعار غالية، وال يعني شو بدنا نقول لكم سيدي. رمضان قبل الثورة وأثناءها. يقارن أهالي الغوطة الشرقية في هذه الجولة التي أجراها مراسلنا منصور أبو الخير. خمير يا أمير، خمير يا أمير، خمير يا أمير. رمضان قبل الثورة مثلي مثل كل الناس كان لديها أعمال، يعني كل إنسان عم يمارس عمله الطبيعي اللي كان موجود قبل الثورة. عن نفسي أنا كنت مثلا بائع أخشاب، يعني عندي حاصل خشب تجارة الأخشاب، فكان قبل الثورة الوضع تبعنا وضع جيد جدا. يعني إذا بدنا نقارنه بوقت الحاضر هذا لا أبدا، يعني هلا ما في عمل أبدا أبدا، يعني أغلب المهن كلها توقفت عن المداولة بالغوطة الشرقية بسبة الحصار وبسبة الحرب بسبة يعني أسباب عديدة جدا. انتم متاخرين والله العظيم، امبارح صوت عندي مكبر. لا تنسى يا صبيحه اليوتيوب عامل لك والله امبارح صوت. هلا الحياة المدنية هون المواطن يعني بظل هالحصار الحصار اللي صار له خمس ست سنين، يعني تعبت نفسيته كثير. يعني المواطن اليوم ما يعني بده يأمن بيته، بده يأمن، لا في شغل، لا في دخل مادي، ما في يعني مكونات الحياة الأساسية ما موجودة. سابقا قبل الحصار يعني نطلع الواحد يروح على شغله كذا، دوامه، هذا موظف هذا كذا، يعرف على حاله آخر أسبوع عنده معاش، عنده آخر الشهر معاش، عنده وارد، عنده كذا. اليوم كل الناس يعني ما في. أما المواطن الطبيعي اليوم همه شلون بده يأمن لقمة أكله، شلون بده يأمن ميات بيته، شلون بده يأمن حطبه، شلون بده يأمن لابنه حليب ابنه. يعني وضع سيء سيء جدا جدا، يعني مشيئة ربانية عايشة الناس هون بالغوطة. يعني هذا يعني إذا بتقعد بتحسبه هيك شيء رباني،
لا إله إلا الله، يعني إنه البني آدم عم يصلي آخر النهار الحمد لله مستور والحمد لله. ينضم إلينا من الغوطة الشرقية مراسلنا منصور أبو الخير. منصور أهلا بك معنا في هذه الحلقة. رغم استمرار حالة الحصار في الغوطة الشرقية، كيف بدت أجواء رمضان في الغوطة؟ أهلا بك أستاذ محمد وأهلا بالأخوة المشاهدين. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع السوريين، وأخص بالذكر أهالي الغوطة الشرقية الذين يعانون بشكل كبير من حصار قوات النظام، الحصار الذي أطبق منذ أكثر من 3 أشهر على الغوطة. أصبح هناك بعض الانفراجات من خلال معبر تجاري، بدأ التجار تدخل مواد غذائية إلى الغوطة، ولكن فرض النظام أتاوات عالية على هذه المواد الغذائية التي تدخل، فأصبحت مرتفعة السعر، مما جعل أهالي الغوطة بحرج كبير أمام شراء المواد الغذائية وأمام قوت يومهم ومعيشتهم اليومية. نعم، يعني يمكن القول أن الكثير من السلع توفرت لكن ليس هناك سيولة بأيدي المواطنين للاستفادة من هذه السلع. بالطبع أستاذ محمد، المواد التي تدخل من معبر مخيم الوافدين عن طريق هؤلاء التجار هي مواد الغذائية الضرورية، لا يدخل أي مواد نوعية كحليب الأطفال مثلا أو الأدوية التي تحتاجها الغوطة. المواد الغذائية الأساسية كالرز والبرغل وبعض المواد الأخرى تدخل بأسعار مرتفعة، تتجاوز نسبة الارتفاع السعر عن مناطق سيطرة النظام 10 أضعاف. يعني مثلا كيلو الرز الواحد في مناطق سيطرة النظام يبلغ سعره 200 ليرة، يدخل إلى الغوطة بسعر 1100 ليرة تقريبا. بعض المواد الأخرى أيضا تدخل بهذا الفارق الكبير من السعر، بالإضافة كما ذكرنا منع النظام دخول المواد النوعية كحليب الأطفال والأدوية التي تحتاجها الغوطة. نعم، طيب ماذا عن الأوضاع العسكرية في أوائل أيام شهر رمضان المبارك في الغوطة التي من المفترض أن تكون مشمولة ضمن اتفاق خفض التصعيد أو خفض التوتر؟ طبعا بالنسبة للوضع العسكري في الغوطة الشرقية بعد الحملة التي شنها النظام على الأحياء الشرقية وتهجير ثوار الذين كانوا متواجدين في الأحياء الشرقية، اليوم خرجت الدفعة الأخيرة من ثوار حي برزة إلى الشمال السوري. حصلت أيضا بدأت الاشتباكات تنتقل إلى محاور في الغوطة الشرقية، حيث تجددت الاشتباكات على المحاور الشرقية كمحور بيت نايم ومحور حزرمة ومحور حوش الضوارة، حيث أمس النظام أول أمس حاول التسلل من محور حزرمة، تم التصدي له من قبل ثوار جيش الإسلام. أيضا حاول التقدم أمس من محور حوش الضواهرة، تسبب هذا الاشتباك بتمهيد مدفع كثيف على الجبهة، بالإضافة لمحاولات التقدم بآليات الثقيلة، استطاع الثوار صد هذا الهجوم وقتل وجرح قرابة 40 عنصر لقوات النظام على هذه الجبهة، كما دمر الثوار مدفع 23 على جبهة الريحان. الاشتباكات على الجبهات الشرقية بمجملها ما زالت مستمرة، النظام يحاول التقدم من أكثر من محور في الجبهة الشرقية، للنظام نوايا كثيرة بعد الأحياء الشرقية لم نستطع أن نعلم ما هي، ولكن هناك حشود لقوات الفرقة الرابعة على أطراف دمشق من ناحية جوبة ومن ناحية حرستا، وكأن الوجهة الجديدة لهذه القوات للغوطة الشرقية للسيطرة على مناطق جديدة في ريف دمشق. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في الغوطة الشرقية منصور أبو الخير. تسليطا للضوء على معاناة المعتقلين في سجون نظام الأسد،
قدم فريق شبابي بمدينة عربين عرضا مسرحيا فريدا من نوعه بعنوان صرخة معتقل في سيارة تم تعديلها وتحويلها لمسرح متنقل. المزيد في سياق تقرير وكالة سمارت. يا ترى ليش صار اليوم 3 سنين 4 سنين؟ والله هدفنا نحن اذا بتعرف هلا صرنا 7 سنوات بالثوره، المعتقلين صاروا 7 سنوات بالسجون بيتالموا، ما حدا بيسمع صرخاتهم، ونحن هون عندنا بالغوطه الشرقيه اقتتال وتجار وانفاق. خلي يا رب يعني هذا الامر اللي خلانا نحن نفكر بهذا الموضوع، انه نحن هدول المعتقلين مين لهم؟ هذا اللي عم يستنى جوا وعم يسمع صوت الاقواص عم يقول هدول ها حيوصلوا حيوصلوا، وما عرفان انه احنا عم نوصل مع بعض وعم نخلصوا. 13000 معتقل ماتوا بثلاث سنين خلال 5 سنوات بالمسلخ البشري بصيدنايا. نحن هذا الامر اللي عم نطلع له. والله عرض يعني بعايش هالوضع يعني، والوضع بده توعيه يعني ودعاء للمعتقلين، ويعني هذا اللي عم يصير يعني. يعني بالنسبه للسجون وبالنسبه لتعذيب المعتقلين بالنسبه للوضع بشكل عام، يعني هي صوره انتست شوي عن المعتقلين، وهلا يعني صارت العالم تحس انه فعلا انه في عالم هي كانه نسيناها نحن، وان شاء الله الله هيك بوعي العالم ودعاء وكذا، وان شاء الله العسكريين كمان بشدوا همتهم والله يفرج عن المعتقلين. لسه نازلين اقتتال ببعضهم، الله يهديهم ويصيروا يفكروا بنصر هالثوره ويتركوا الأمور يلي عم تشتت أفكارهم ويقويهم ليحرروا هالمعتقلين. ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.